أخبار اليوم. طيبين النهاردة بنرحب باثنين من نجوم مذيع العرب في أخبار اليوم، خليل جمال الفائز الأول بلقب مذيع العرب، ولميس سلامة إحدى متسابقات مذيع العرب. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة ومنورنا. لميس، عايزين نجرب تجربة كده، تعال نجرب تجربة مع بعض كده، تدير الحوار مع خليل. أنا هسيب على الهوا كده، على الهوا على طول، سيب لك تدير الحوار والمواقف وكل الحاجات اللي حصلت. تتصل وتجاوب كل حاجة، تتصل وتجاوب. طب خلاص تيجي نجرب؟ تيجي نجرب؟ نجرب؟ يلا نجرب. خليل، احنا بينا وبين بعضنا كنا دايما نقولك اللقب بتاعك، واحنا حاسين ان اللقب كان عندك فعلا. هل انت كنت حاسس الاحساس ده على الرغم من ان انت على المسرح اول ما قالوا خليل جمال لقب مذيع العرب لقينا واحد متصمر في مكانه ومتيس ما بينطقش، وانا قاعده في البيت ده ماله ده؟ ده فين رياكشنه ده؟ بصي، انا هجاوبك وهسألك، ماشي؟ خلينا اجاوبك الاول. الفكره كلها ان انا اول ما قالوا لقب مذيع العرب، انا من نوع الناس لما بفرح قوي بتجيلي بصدمه نفسيه، يعني عارفه اللي هو في رياكشن واحد اللي هو ايه بجد، يعني ده انا. ف وبالذات ده عارفه لما جيب تعب وجي الناس كلها قاعده بتقول لا مش انت، يعني كان في بعض الاشخاص بتقول في المراحل النهائيه لا انت لو وصلت للنهايه مش انت اللي هتاخد اللقب ومش عارف ايه، والتصويت مش جاي لك، اما تلاقي مره واحده ان التصويت كله جاي لك. فالحمد لله يا رب الفرحه دي حلوه. وجي في دماغي وقتها ان انت والله دي ناس كتير ما تعرفهاش، يعني برغم ان البلاوي اللي الواحد بيعملها، او طبعا مش بلاوي كتير عشان ما عادش يوسع، بس تقصير في حق ربنا وان ربنا يكرمك في الاخر، فدي صعبت يعني الواحد فعلا صعبت عليه نفسه في الاخر، يا ما انت كريم يا رب. يعني اما الحاجه الثانيه بقى، انتوا كنتوا بتشوفوا ليه ان انا مذيع العرب؟ يعني انتوا كنتوا دايما بتقولوا ان انا هكون مذيع العرب، طب ما انتوا كنتوا الاحق يعني، او انتوا كنتوا بتشتغلوا على نفسكم كتير قوي ان انتوا تكونوا في المكانه دي او تكونوا في الفاينل، وانت منهم يعني كل الناس عارفه بشهاده المشاهدين او المتسابقين، فانتوا ايه اللي انتوا كنتوا شايفينه فيا انا اصلا عشان تقولوا لا ده مذيع العرب؟ سؤال ليكي. بتعمل كل حاجه الحقيقه، يعني انت اخبار بتدي، فن بتدي، مسابقات بتدي، كمان هقول لك على حاجه، انت نيتك كانت سالكه زي ما بيقولوا كده، والله العظيم يعني انا كنت بشوف فيك قلبك ابيض وطيب وكويس، فكنت بحس ان ربنا هيكرمك عشان حاجه تانية بغض النظر عن ان انت كنت شاطر، معرفش ليه يعني، هو ده كان احساسي. طيب الحمد لله، ان اهم حاجه النيه. ايوه، فصفي النيه بقى الفتره الجايه عشان تسلك، عشان تسلك. طب خليل، الحمد لله، خليل الفتره الجايه بقى ان شاء الله هنستناك في برنامج جديد، نفسك تعمل ايه؟ لو اقول لك والله انا خارج من بغض النظر عن الاتفاق، لو انا خارج من البرنامج وعايز اكسر الدنيا، ان انا ممكن 24 ساعه على الهواء بس الناس هتزهق يعني. انا بحب شغلي قوي ومش هعمل حاجه غير لما اكون بحبها قوي عشان تطلع بنفس الحاجات اللي انا كنت بعملها الاول، وفي نفس الشغل اللي انا اشتغلته في الراديو الناس حبيته والناس اتعلقت بيك، يعني عارفه اللي هو احنا اصحاب. فانا ناوي حتى لو برغم ان انا مش هقدم سياسه، حتى لو هقدم سياسه الناس برضو تبقى متعلقه بخليل اللي هو. بس اكيد في حاجه معينه نفسك تبتدي بيها. بصي، انا عايز ابدا بالبرامج الحواريه، بالانترتينمنت، بالحاجات الخفيفه الاول لحد ما ياخد على الشاشه، لان برضو الواحد لسه في الاول يعني. عمري او مش عايز في حياتي كلها ان انا اشتغل انا والكاميرا بس، يعني افضل ان انا اتكلم لمده ساعتين، لا انا همل من نفسي يعني. هعرف ارتجل وهعرف اتكلم وكل حاجه، لكن لا خلاص يعني الناس عايزه جديد واحنا جايين عشان نعمل حاجه جديده، فان شاء الله باذن الله في افكار جديده حلوه يعني. انا لو هعمل برامج في الاول فانا هعمل برامج حواريه تكون لطيفه، يعني مش برنامج داخل الناس دش، يعني برنامج شبه خليل الناس ما شافوهوش في مذيع العرب، يعني الناس كانت بتيجي تقول انت بتطلع على المسرح ليه بتبقى جامد شويه، برغم ان انا اصلا في الحياه بضحك وبهزر يعني هقول لك على ممكن برنامج يعني البرامج الحواريه كتير. انا هدي مثال صغير، مثلا توك شو، برامج توك شو اكيد، زي مثلا صاحبه السعاده، حاجه زي كده، صوله من النوعيه دي، او انترتينمنت بشكل جديد بشكل مختلف. عليك نوعيه برنامج
لا 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 خالص. هي الناس مش فرض اي حاجه. الناس ما انا زي ما بقول لك انا ما قعدتش لسه معاهم، بس انا عندي افكار، يعني انا عندي افكار واكيد مستني افكارهم. لو هم افكارهم احسن من افكاري كان بها، لو انا افكاري احسن من الافكار برضو كان بها. المهم المصلحه العامه. في آخر اللقاء بنسلم نجوم مذيع العرب لميس سلامة وخليل جمال نجمة أخبار اليوم من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ ياسر رزق. ألف 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 مبروك وكل سنة وانتم طيبين. شكرا. خليل ألف ألف مبروك ومشرفنا دايما في مصر وفي العالم كله. ربنا يخليك. ربنا يخليك منورنا. ندعي بعد لخليل ان شاء الله في المرحله الجايه. كلنا ان شاء الله باذن الله المرحله الجايه تكون حاجه كويسه، نقدر ان احنا نشرف بيها مصر باذن الله اكتر واكتر، ونقدر ان احنا نضيف للاعلام يعني يبقى في حاجه جديده وحاجه متغيره باذن الله. لو حبيت توصل رساله انت يا خليل في اخر اللقاء من خلال وجودك معانا هنا في مؤسسه كبيره زي اخبار اليوم لكل مؤسسات الاعلام ولكل العالم كله. بص دايما انا دايما بقول هندور على الجديد، ندور على الحاجه اللي نوصل بيها معلومه بطريقه جديده وطريقه بسيطه، عشان خلاص الناس عندنا دلوقتي بقوا عايزين الحاجه السريعه، الحاجه اللي توصل لهم على طبق من فضه، مش محتاجين ان انا افضل اصعب الامور واتكلم كتير، لا هي المعلومه موجوده اوصلها بطريقه سلسه جديده هتتحط في كل في عقول الناس كلها. بس دي الحاجه الوحيده اللي لازم كلنا نتحلى بيها دلوقتي في الاعلام يعني. لميس لو حبيت توصلي رساله للعالم كله من خلال تشريفك لنا في اخبار اليوم للاعلاميين الصغار وللكبار ولكل اعلام العالم كله. لا بص يعني للعالم كله انا نفسي الدنيا ترجع تاني زي الاول، يبقى في سلام وتنتهي بقى الحروب والمشاكل الموجوده في كل حته يا رب ان شاء الله. انما بالنسبه لمصر وبالنسبه للاعلام في مصر نفسي يحصل طفره، لانه المشاهد الحقيقه ارهق، وانا عايزه اقول للناس رفقا بالمشاهد وكفايه مشاكل وكفايه تعب. يعني انا حاسه ان الناس اتضغطت نفسيا كتير خلال الاربع سنين اللي فاتت، فانا نفسي الناس ترجع تبتسم وترجع تضحك وترجع تعيش ببساطه زي زمان، وما تبقاش شايله هم. امنيه حياتي ان المواطن المصري يعيش زي ما احنا بنقول يعني عداله اجتماعيه وحريه، ويبقى مبسوط ومرتاح ماديا ويرجع يبتسم زي زمان وما يبقاش شايل هم حاجه. والاعلام هيبقى ليه دور كبير. الاعلام وخليل زي خليل ان شاء الله اللي هيبتدي وهيبقى بيمثلنا الفتره الجايه هيبقى ليه دور كبير في ان هو ما اقدرش هي هنبدا مع بعض ان شاء الله. لا يعني ان شاء الله كلنا باذن الله لازم يكون لينا دور مختلف وندخل بقى دم جديد بافكار جديده بتجارب جديده للمشاهد، في ان احنا نرجع له البسمه ونحل المشاكل قد ما نقدر، بدل ما احنا نتقسم فريقين زي ما احنا شفنا الفتره اللي فاتت. نورتونا وشرفتونا في اخبار اليوم، وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم كلكم. شكرا. شكرا.